تستعد وزارة الصحة لإطلاق الحملات الميدانية المتنقلة لتقديم الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح كوفيد-19 لعدد من الفئات المستهدفة، لا سيما ذات التعامل المباشر مع الجمهور. نعم، يأتي هذا فيما تكثف الحملات الميدانية المتنقلة من جهودها لتطعيم العمالة المنزلية الغير محصنة التي تخضع للحجر المؤسسي، وذلك بعد إجراء فحص الكشف عن الفيروس. 35,000 تلقى الجرعة الأولى ضمن المرحلة الأولى للحملات الميدانية المتنقلة للتطعيم في بداية شهر إبريل الماضي، وفي نهاية الشهر الجاري ستبدأ الحملات الميدانية المتنقلة بتقديم الجرعة التعزيزية الثالثة للفئات المستهدفة ضمن هذه المرحلة، الذي مضى على تلقيهم الجرعتين أكثر من 6 أشهر. طبعا الحملات الميدانيه راح تسعى ان شاء الله التواصل مع جميع القطاعات اللي تم تطعيمهم بالحملات الميدانيه سابقا، سواء بالمرحله الاولى الى ما وصلنا اليه طبعا بالتدريجيا الى المرحله السابعه. طبعا راح نتواصل معاهم لاعطائنا الكشوف المستحقين الجرعه الثالثه طبعا بعد ما تمر عليهم 6 شهور. كل الفئات اللي طلعنا لهم بالسابق سواء كانت جمعيات تعاونية، سواء كان مساجد، سواء كان بنوك، مولات، مطاعم، شركات، مرحلة مرحلة. الحملات الميدانية المتنقلة حاضرة أيضا لتطعيم العمالة المنزلية الغير محصنة والتي تخضع للحجر المؤسسي. الحملات الميدانية استهدفت كل الفئات اللي تم وضعهم في الحجر المؤسسي في منصة بالسلامة، من عمالة منزلية وغيرها من مقيمين يعني دخلوا الكويت وما عندهم تطعيم، طبعا يخضعون حق حجر مؤسسي. فطبعا عقب ما يطلع البي سي ار نيجاتيف ويخلصون فترة حجر، احنا نيهم على اخر يوم قبل لا يطلعون من الحجر نطعمهم. جهود متواصلة للحملات المتنقلة لتطعيم طريحي الفراش بالجرعة التنشيطية باعتبارهم اكثر عرضة للاصابة بمخاطر الفيروس. قبل شهر تم ايضا الاتصال بجميع مستوفين شروط طريح الفراش، نعم، اللي مر عليهم 6 شهور لتطعيمهم الجرعة التنشيطية الثالثة، وتم توفير أيضا خدمة عن طريق الواتساب، وذلك لأي استفسار عن تطعيمات أو أي تساؤلات عن أوقات التطعيم. خلال الفترة الماضية استهدفت الحملات الميدانية المتنقلة أكثر من 9 مناطق في البلاد لتقديم خدمة التطعيم بدون موعد مسبق للفئات التي تعذر حصولها على اللقاح. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.